المعرض الفلاحي في مدينة مكناس قدم مجلس المنافسة الرأي اللي غيصدر هذه العشية، غادي يكون موجود في موقع المجلس حول التنافسية في قطاع الفواكه والخضر. هذا القطاع اللي مهم جدا لأنه كيمس بطبيعة الحال القدرة الشرائية للمواطنين، لأنه منتوج يومي وكيمس كذلك، وهذا مهم بالنسبة للمجلس الفلاح المنتج. الملاحظ في هذا القطاع هذا بأن الأثمنة مختلفة ما بين ما يؤدي المستهلك لاقتناء هذه المواد هذا وما يكون كالثمن يؤدى إلى المنتج، وهذا الفرق اللي كيكون من 1 حتى 5 تقريبا. المنتج لا يتقاضى إلا تقريبا 20% من الثمن النهائي، كيمشي في واحد شبكة ديال التوزيع اللي تم الدراسة ديالها، وفيها بطبيعة الحال المرور من سوق الجملة. والمجلس وضع واحد التشخيص على الاختلالات اللي كاينه في هذا القطاع هذا بالنسبه للتوزيع ديالو، هو في ايجابيات بان المغرب ينتج تقريبا كل ما يستهلك تقريبا 96% ديال الاستهلاك الوطني من انتاج محلي. هذا نجاح باهر للمغرب في هذا الميدان، وزياده على هذا المغرب يصدر الخضر والفواكه بكميه وافره. اذا في ميدان الانتاج كاين الوفره، ولكن الأثمنة المؤدات للمنتج يمكن تكون غير كافية مقارنة مع ما يؤديه المستهلك. ولذلك وضعنا بعض التوصيات، بعض منها متجه إلى الحكومة والبرلمان، ولأن القوانين والنصوص التنظيمية ولا بد من المراجعة ديالها، وحنا كنخرطوا في الحقيقة في السياسة لإعادة النظر في تنظيم القطاع ديال اسواق الجمل. كيقترح المجلس باش نخلقوا بعض الشبكات قصيره للبيع المباشر او بيع قصير جدا بدون المرور من عدد كبير من الوسطاء لتقليص من الثمن، وكذلك لوضع واحد السلسله ديال النقل لوجيستيك اللي تكون تحافظ على المنتوج، وهذا لتخفيض الضياع اللي كاين الان هذا القطاع هذا اللي كيوصل تقريبا بين 20 حتى 30 او 40%. وبطبيعه الحال هذا كله ضياع، ضياع ماء، ضياع فرص، ضياع شغل، وضياع واحد الغنى اللي ما كيتقاضى حتى واحد. وهذا غادي يكون من الى قلصنا منه بطبيعه الحال غادي يكون الفائده ديالو هو تقليص الاثمنه ورفع الثمن اللي كيتوصل به المنتج. هادو بطبيعه الحال التوصيات للمساهمة في النقاش الوطني المطروح الآن. وهذه المناظرة اليوم وضحت بأن تقريبا المنظور لهذا القطاع هذا غادي في نفس الاتجاه، وهذا بطبيعة الحال في إطار التوصيات ديال صاحب الجلالة في الخطابات ديالو لوضع سلاسل الإنتاج وسلاسل للتوزيع اللي تكون كتحافظ على القدرة الشرائية ديال المنتج الفلاح الصغير.